ينعقد في الرياض اجتماع اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورته الثالثة، والذي تم من خلاله توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة. تم فتح أبواب جديدة للتعاون ما بين البلدين وتوسيع المجالات القائمة، مجال الطاقة، مجال الاستثمار بالاتجاهين، استثمار سعودي في سنغافورة واستثمارات سنغافورية في السعودية. أيضا تم يعني إيجاد منصة للتواصل ما بين رجال الأعمال والشركات ما بين الطرفين. هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت، أيضا زيارات متبادلة بين الطرفين تنعكس على تبادل الخبرات، تنعكس على التبادل التجاري. كما ذكرت هناك نمو بنسبة 50% في التبادل التجاري في عام 22، ومتفائلين لهذه السنة والسنوات القادمة بإذن الله. The fact that today we witnessed the signing of 7 MOUs is testament to a very deep, very warm, very long-standing partnership and relationship that is to come. And we have also discussed on many other projects in terms of what we could be working closely with to collaborate even furthermore. And I am very, very optimistic, and I look forward that in the years to come there will be more signing, more implementation of projects that are of mutual benefit to both our countries. Thank you.